النهاردة هنتكلم عن البريشر. البريشر عادة في الهندسة بيكون مرتبط بوجود البمب والكمبريسور، لأن هما من أشهر الأمثلة على البريشر، لأن هما الاتنين بيزودوا الضغط بتاع الفلويد. بس احنا عايزين نشوف الأول في حياتنا اليومية الديفينيشن بتاع البريشر. يعني ايه مثلا ان احنا عندنا ان الضغط الجوي بيساوي 1 اتموسفير. ده معناه ايه؟ او الانديكيشن بتاعها ايه؟ لو احنا اخدنا من اول الغلاف الجوي، يبقى ده الغلاف الجوي او الاتموسفير بتاعنا، تمام، لحد الراس بتاعتنا واحنا واقفين. فاحنا هنبص كده بلان سايد، فهنبقى احنا واقفين هنا كده وجسمنا هيبقى تحت، تمام. ففي ضغط واقع على راسنا اللي هي الحتة دي. معناها ايه مثلا؟ ان الضغط الجوي بتاعنا مشهور ان هو 14.7 بي اس اي. معناها خلينا بقى نحولها لليونت اللي هي الايه، الاس اي اللي احنا بنتعامل بيها، اللي هي الكيلو جرام. فيبقى عندنا 14.7، يعني تقريبا 6.6 كيلو جرام، تمام كده. والبي اس اي اللي هي باوند لكل سكوير انش. يعني ايه سكوير انش؟ يعني انش مربع، اللي هي وحدة اريا. طيب الانش للسنتي، فاحنا عندنا بنتكلم عن اريا، بدل ما هي انش في انش هتبقى 2.5 سنتي في 2.5 سنتي. معناه ايه بقى الكلام ده؟ معناه ان كل 2.5 سنتي من دماغك 2.5 سنتي تانيين، يعني اريا 2.5 في 2.5 سنتي، هيبقى واقع عليهم وزن عبارة عن ستة، في وزن بيأبلاي على دماغنا 6.5 أو 6.6 كيلو جرام. الوزن ده كتير جدا، بس احنا مش بنحس بيه عشان هو ايكوالي ديستريبيوتد على ايه؟ على جسمنا. جسمنا كله كل 2.5 سنتي في 2.5 سنتي بيتعرضوا لنفس الايه؟ لنفس الوزن ده او القوة دي. طيب فاحنا عندنا الديفينيشن بتاع البريشر هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن القوة، الفورس اللي بتجد ابلايد او بتمثل يعني على اريا معينة، تمام كده، او سيرفيس اريا. احنا بنتكلم على الاريا اللي ظاهره من فوق، عشان كده اتكلمنا عن ايه؟ عن دماغنا. في حين ان انت لو اخدت نقطه جوه مثلا، يعني مثلا لو ده دماغنا وهنا القوه اللي احنا قلنا عليها بتاعه الاتموسفير اللي هي 2.5 على 2.5 في 2.5 اريا عليهم 6.5، لو جينا هنا هنلاقي الضغط زاد شويه، لان بقى في هايت عندنا هنا، تمام. بس نورمالي انت مش بتحس، لان الفروق بتبقى ايه؟ بتبقى بسيطه جدا. طيب الضغط هو عباره عن القوه اللي بتؤثر على اريا معينه. في الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، فاحنا بنتكلم عن ويت، صح كده؟ انت بتتكلم عن الكتله دي، وعشان نحولها لقوه هنضربها في عجله الجاذبيه اللي هي 9.8 متر مربع في متر على الثانيه تربيع، صح كده؟ فانت هنا بتتكلم عن قوة في صورة وزن مقسومة على اريا، اللي هي سيرفيس اريا، الاريا الظاهرية، سيرفيس اريا، تمام كده. طيب ده بالنسبة للمفهوم بتاع الضغط. ليه بقى المفهوم بتاع الضغط ده مهم؟ لو احنا جينا بصينا على الضغط في الفلويد، احنا لان احنا عندنا بنتكلم في الفلويد دلوقتي، فاحنا عندنا الفلويد عبارة عن غاز، وعبارة عن الجزء التاني منها عبارة عن ايه؟ عبارة عن ليكويد. الديفينيشن بتاع البريشر في كل واحد مختلف تماما، بمعنى ان انت لو جيت عرفت ان في غاز معرض لضغط عالي، معناها ان في تصادمات او كولوجن عالي جدا، تمام كده. كولوجن، تمام، في تصادم عالي جدا ما بين الجزيئات. فاحنا عندنا جزيئات الغاز، ادي جزيئين اهما ونفس الجزيئين اهما، معدل التصادم هيكون في هنا في الحاله الاولى اعلى من الثانيه، لان هما اقرب من بعض. اقرب من بعض يعني الفوليوم هنا في الحاله الاولى اقل من الفوليوم في الحاله الثانيه، فبالتالي في هنا في ضغط عالي وهنا في ضغط قليل. وهو ده القانون، ان احنا عندنا الضغط بيتناسب عكسيا مع الايه؟ مع الحجم. في حاله الغازات لو انت قريب مني فانت عايز تتصادم معايا وتعمل ضغط. يبقى في حاله الغازات لو احنا عندنا فوليوم قليل او يعني حجمه قليل، فبالتالي احنا عندنا ديستانس ما بين الجزيئات او ما بين المولكيولز قليل. ده معناه ايه؟ معناه تعالى اتخانق معايا، ففي تصادم اكتر، تمام كده، كولجن
عالي، كوليجن عالي في حالة الغازات يعني بريشر عالي، تمام كده؟ فلو جينا بقى لإيه الحاجة اللي بتزود لي الضغط بتاعة الغازات، هنلاقي عندنا الكمبريسور. لو احنا عايزين نزود الضغط بتاع الغاز بنستخدم كمبريسور. الكمبريسور بيعمل لي ايه؟ بيبقى عندي امبلر. نشوف بقى الكورس من هنا، نبتدي نشوف الكورس بتاع الكمبريسورز عشان ما عادش الكلام تاني. بس احنا عندنا بيكون فيه امبلر، دي حاجة مسؤولة عن زيادة السرعة بتاعة الغاز. فاحنا عندنا كده في سرعة عالية او كاينيتك انرجي عالية. اجي انا واخدة السرعة دي اللي هي عندهم مساحة ان هم يتحركوا كده، واجي عاملة لهم ضغط، اقلل الديستنس. الديستنس اقللها، يعني الامبلر بزود له السرعة وقام حرك لي الغاز كده، حركوا لي في الاتجاه ده. اجي انا مضيقة على الغاز المسافة بتاعته، بدل ما هو يمشي في الاتجاه ده كله، لا يمشي لي في الحتة دي بس. فانت قللت لي الاريا هنا، لما انت قللتها لي ففي احتمال تصادمات اكتر، معناها ان في بريشر اعلى. فهو حول لي الكاينيتك انرجي الى بريشر، وده فكره الايه؟ الكمبريسور. طيب من الحاجات اللي عايزين ننوه ليها ان الضغط، ان الغاز بينضغط، يعني الفوليوم بتاعه بيقل، مش زي الليكويد مثلا. فانا لو عندي الغاز داخل بفوليوم كبير وقمت انا وديته الفوليوم قليل، فايه اللي هيحصل؟ ناتشرالي كده انت كده مدخل ضغط قليل وبعدها هيبقى ضغط عالي. ففي تو تكنيكس بيستخدموا في الايه؟ في الكمبريسور، والاتنين مرتبطين بالايه؟ بالضغط. الكونسبت الاولاني ان انت عندك البريشر بيزيد لما الفوليوم بيقل، ده اول حاجه بيستخدموا في الكمبريسور. ثاني حاجه ان انت عندك قدره انك تحول الكاينيتك انرجي، السرعه اللي الغاز جاي بيها، تقدر تحولها لضغط. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت بتضيق عليه، فبالتالي بتزود المعدل بتاع التصادم، تمام كده؟ دول التو كونسبتس اللي على اساسهم الكمبريسور ايه شغال وبيزود لي الضغط بتاع الغاز. الضغط بتاع الغاز من اشهر القوانين اللي بيظهر فيها هو القانون العام للغازات، البي في بتساوي الزد ان ار تي. فين الضغط ده؟ الضغط عندنا ده البريشر. الفي طبعا البريشر هو اهم حاجه نتكلم عنها المره دي، ده الفوليوم الحجم بتاعنا. واي قيمتين مضروبتين في بعض زي البي والفي كده معناهم ان العلاقه فيهم ايه؟ عكسيه، inverse relation، علاقه عكسيه، يعني واحد يزيد التاني يقل. الزد دي حاجه مهمه جدا اسمها الكومبريسابيليتي، كومبريسابيليتي فاكتور او معدل الانضغاط. احنا قلنا ان الليكويد غير قابل للانضغاط، يعني حجمه ما بيقلش، الفوليوم بتاعه بيساوي ثابت. لكن احنا قلنا برضو ان الغاز لا، الغاز ممكن الحجم بتاعه ايه؟ يقل. فبالتالي الكمبريسابيليتي فاكتور دي بتعبر عن الفوليوم ريدكشن اوف الغاز، قدرة الغاز على ان الحجم بتاعه ايه؟ يقل، لانها حاجة مش موجودة في الليكويد وبرضو مش موجودة في الصوليد. لو انت ضغطت الصوليد او الليكويد الحجم بتاعهم مش هيتغير، لكن هي حاجة كاركترستيك او مميزة في الغاز ان هو لما بتضغطه حجمه بيقل. ال N دي عدد المولات، ال number of moles. ال R هو ثابت العامل الغازات وهو قيمة ثابتة، فده قيمة ثابتة عندنا constant. ودي درجة الايه؟ درجة الحرارة اللي هي temperature، تمام كده؟ القانون ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت الكمبريسور بتاعك لو قللت فيه الحجم الضغط بتاعك ايه؟ هيزيد. هيقول لك ايه تاني؟ هيقول لك ان درجة الحرارة مهم جدا انك تعمل لها كنترول. التمبريتشر كنترول مهم في الكمبريسور، علشان درجة الحرارة لما بتزيد الضغط بيزيد، بس احنا لازم نكنترول عشان الحرارة الزيادة جدا. يعني خلينا نقول قانون تاني، احنا عندنا بي في بتساوي زد ان ار تي. احنا عايزين بقى نبص على البريشر والتمبريتشر. احنا قلنا ان في الكمبريسور البريشر بيزيد، صح كده؟ فبناء عليه ايه اللي هيحصل؟ التمبريتشر عندنا هتزيد. طب انا التمبريتشر لو زادت عندي هتأثر على المعدة اللي هو الكمبريسور. فاحنا عشان كده كنا دايما بنقول ان احنا بنستخدم كولنت او كولينج ميديوم، كولينج
ميديم بنستخدم، فاكرين الليكويد رينج كومبريسور؟ كنا بندخل ميه، فالميه دي تدخل تاخد الحراره اللي زادت نتيجه الايه، الزياده بتاعه الضغط. فالقانون العام للغازات بيعرفني ان انا لازم اكنترول الحجم، علشان الحجم لما بيقل الضغط بيزيد، وخلي بالي ان درجه الحراره هتزيد في الكمبريسور. ليه؟ لان انت الضغط عندك ايه، الضغط عندك زاد. ده بالنسبه للضغط في الغازات. ندخل بقى على الضغط في الايه، في الليكويد، وندخل على قانون مهم على طول، وهو قانون العالم العظيم باسكال. بس كان قد يبدو اللي باسكال قاله بسيط جدا. هو قال لك لو انت عندك الشكل ده مثلا، حاجه كده، ونوصلهم ببعض، تمام، ده جسم عندك، واخدت، وطبعا مثلا هنقول ان هم مليان الجسم بتاعنا ده مليان ميه كده، من هنا ومن هنا، تمام، مليان ميه. طبعا الميه هتكون على نفس المستوى، تمام، معادله ضغط، لان هنا مثلا الضغط ابلايت هنا هو الضغط ابلايت هنا، تمام كده، والقوه الابلايت هنا هي القوه الابلاي هنا، في قوه واحد هنا، في قوه اتنين، تمام كده. هنا دي اريا واحد، الحته دي دي اريا واحد، ودي اريا اتنين. الانترودكشن مملة شوية، بس مهم ان احنا نفهم باسكال قال ايه، وليه اللي باسكال قاله عظيم. لو احنا جينا بصينا على بمب، البمب بتاعتنا دي مش شغالة، تمام كده، وانا جيت ملتها، تمام كده، عملنا برايمينج، تمام كده، اللي هي تملاها بايه، بليكويد قبل ما تشتغل. وجيت قلت لك لو انت عند الاكزيت ده، الاكزيت وده عندك الان بتاعك، في الحالة دي وانت مش مشغل، الضغط هنا، الضغط ان هو الضغط اكس، بالرغم ان دي بام، بس بام مش شغالة، تمام كده. فكل النقاط الواقع على مستوى افقي واحد، ادي مستوى افقي واحد اهو، ادي فيه نقطة عليه ودي نقطة عليه، حتى لو دي ان ودي اوت، والبامب بتزود الضغط في سائل متجانس متصل. السائل متصل ببعضه، السائل هنا متصل ببعضه، خلينا نشاور كده، السائل كله متصل ببعضه. هل هو متجانس؟ متجانس يعني هوموجينيس يعني كله نفس الحاجة، كل السائل عنده مية. يبقى جميع النقاط الواقع على مستوى افق واحد، ادي المستوى الافقي الواحد بتاعي، ادي نقطة واحد وادي نقطة اتنين، في سائل متجانس كله مية، متصل كونكتد ببعضه، مفيش حاجة قافلة، لها نفس الضغط. الضغط عند واحد هيبقى هو الضغط عند اتنين، يعني انت عندك الضغط عند واحد بيساوي الضغط عند اتنين. طب تعالوا بقى نعقل الكلام اللي هو بيقوله ده. ايه اللي هو بيقوله ده؟ بيقول لي ان الحتة الكبيرة دي، كبيرة جدا دي لما تيجي تضغط على النقطة دي هتبقى نفس الحتة الصغيرة دي وهي بتضغط على النقطة دي. ليه؟ لان انت عندك السائل بتاعك متصل، فنتيجة الاتصال ده كل الأوزان اللي هي F1 وF2 بتتوزع. ولو تكون دي 10 والأريا هنا 10، ودي 5 والأريا هنا 5، فأنت هنا بتقسم الضغط عبارة عن إيه؟ الضغط عبارة عن قوة على أريا. فأنت في الحالتين قسمت في B1 10 على 10، وقسمت في B2 5 على 5، ففي الآخر أنت طلع عندك واحد، وطلع عندك إيه؟ واحد يونت بتاعت إيه؟ بريشر. فانت في الاول وفي الاخر انت عندك كل النقط اللي على نفس لازم الاتصال بتاعها ده. طيب ده بيديني انديكيشن ايه؟ بيديني انديكيشن لوجود الاكسسوارز جوه البمب. البمب بيبقى جواها اكسسوارز كتيره ممكن تخلي السائل غير متصل ببعضه. ممكن تبقى البمب فيها تو فيز كومبوننتس، يعني مثلا انا مدخله في البمب كل اللي داخل ليكويد، بس تو ليكويدز مختلفين وانا عامله لهم ميكسنج ببعض. ده بيأثر على المعنى بتاع باسكال في الايه، في البمب. فانت وصلنا للاخر ان احنا عندنا الضغط مش هيبقى في النقطتين زي بعض. طب ساعتها بنعرف الضغط عند النقطة في ايه؟ بنستخدم الشكل ده. هنفرض ان كل جزء في البمب عبارة عن سلندر، وهنكبرها كده، تمام كده. وفي حاجة بقى هنا اسمها internal pressure. الانترنال بريشر اللي هو الضغط اللي بيبقى جوه العمود ده. فانت هتحسب حاجة في الحالة دي اسمها الانترنال بريشر، اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية اسمه الباسكال بريشر. لكن لو انا الجسم عندي مش متصل ببعضه، وليكن مثلا انت عايز تشوف الهيت اكستشينجر، وعندك هنا في
يعني حاجات مقسمة، وهذه هنا عندنا التيوب، تمام كده؟ فانت عندك دلوقتي السائل متصل ومتجانس فانت هنا هيأبلاي عندك باسكت تمام كده. لكن لو جينا هنا مثلا في بمب وفي جزء مثلا تو رومز الاتنين منفصلين عن بعض تماما، فانت هتيجي مستخدم العمود بتاع الضغط ده. ساعتها الضغط عندك، احنا عندنا قلنا الضغط بيساوي عبارة عن قوة على اريا. في الحالة دي القوة اللي ابلايت هي عبارة عن وزن السائل اللي فوق النقطة اللي هو الوزن على الاريا. طب الوزن عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتلة في عجلة جاذبية على الاريا. يعني ايه برضو؟ عبارة الكتلة عبارة عن الكثافة في الحجم في عجلة الجاذبية على الاريا. لسه برضو مخلصناش الكثافة. الحجم عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاريا اللي هي عندك هنا، اللي هي الاريا دي، اللي هي برضو الاريا دي مضروبة في الاتش اللي هو الحتة دي، ده الحجم بتاعك اريا في طول. فانت عندك اتش في جي مقسومة على الاريا. الاريا هي نفس الاريا، فالضغط هيبقى عندك رو اتش جي. الكثافة اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت مضروبة في الهايت، ارتفاع الليكويد عن النقطة اللي انت عايزها، مضروبة في عجلة الايه؟ عجلة الجاذبية. فاحنا دلوقتي بقى عندنا كذا قانون، بي في بتساوي زد ان ار تي، ده بنستخدمه مع الغازات. لو انا عندي سائل متجانس متصل فانا هستخدم ان بي واحد بتساوي بي اتنين. لو عارفة احسب ضغط واحد فانا هيساوي الضغط بتاع الايه؟ التاني. ده في حالة homogeneous solution ومتصل connected مع ايه؟ مع بعض. وطبعا ده ايه؟ في حالة الليكويد. طيب القانون الثالث عندنا في الحالة دي هيبقى ان الضغط بيساوي h رو جي، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن internal، ده اسمه internal pressure، وده اسمه باسكال لو او باسكال بريشر، تمام كده؟ طيب في حاجة برضو عايزين نتكلم عنها، وهي فرق مهم ما بين البامب والكمبريسور. البامب والكمبريسور، احنا الاتنين عندنا الفانكشن بتاعتهم ان الضغط هنا هيزيد وان الضغط هنا هيزيد. الكمبريسور قلنا ليه تو فانكشن، كاينيتك انرجي تساوي التصادمات ضغط هيزيد، والحاجة التانية ان الحجم بتاعنا هيقل فالضغط بتاعنا هيزيد. البامب بقى ما عندهاش غير اوبشن واحد، ان الكاينيتك انرجي دي تتحول لضغط، لان الليكويد ما عندوش قدرة على ان هو ايه؟ حجمه يصغر، فبالتالي الفوليوم يقل. ده مش اوبشن، تمام كده؟ نوت ان اوبشن في حاله الايه؟ البامب. طب ممكن نستعيد عنه بحاجه؟ هتلاقي فيه بمبات مشهوره جدا اللي هي ديسبليسمنت بامب. بامب عباره عن ايه؟ عباره عن عندنا بيستون كده بتعمل حاجه اسمها ديسبليسمنت، بتزيح يعني هو داخل من هنا بتعمل ازاحه، تمام كده؟ فهو داخل ان وطالع اوت، ده الاوت بتاعه، فانت بتجبره ان هو يخرج من هنا، فانت بتضغطه يعني حرفيا بتحركه مش بتقلل حجمه، لان هو كده كده هيخرج من ايه؟ من ان واوت، تمام كده؟ يعني عندنا ان واوت داخل وخارج منه، بس انت عندك الفكره هنا ان انت هتدفعه للخروج فهتديله بوش. البوش في الحاله دي هتزود الضغط بتاعنا.